الحوار في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم لمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة وبين العالمين نحن بين العالمين دولتنا تبقى دولة ماي تعرف يا فضيلة؟ قطعة طمرت حق هذي هي أنا دافيع قول الله أفضل والله لأنه صراحة قد يعني الوضع اللي في نحن فيه ده لازم الواحد يستثمر يعني كان جابت لها زي 400 ألف كذي نقوم نشتري لنا تكتب ب 250 قال التكتب ال 150 دي نقوم نشتري بقطعة في حتة تانية رأيك شنو علي قبل؟ ايه نبني لنا اوضه صغيره كده ومعاها برنده عشان يجوا القرش منين اقول لك كلام أه. انا السماسرة بعرفهم بعرف لعبتهم هم قالوا جو معمي لكن شيء يجيب لها 600 600 افضل 600 تلف الجنيه ام حجنين ليك علي نشتري ركشه وتكتب الركشه دي نخليها مشاوير لنا بيتي ايه الفاتحه القريبه البكر القريب ونشتري قطعه ونبدا نبني فيها وطينا برنده الظراف كده اي والله كلامك سمح بالحيل لكن اقول لك كلام اها الايام دي الدولار ما ارتفع اصوى هذول قطعتنا دي بتنبح نبيح الدولار ده كان قال كده قمز لها فوق تاني هذا القطعه دي قال من 700 ل 800 ابي نبيعها اصلا ممكن افضل وليك علي القطعه دي جبته ب 100000 اها عم لاعب ذهب من هنا ليه هنا كثيرة اللي هنا صح؟ لا ما كثير عشان كشكش بين النسوان. أي والله شفتي تمشي كذي تاني مشي كذي بس كشلو 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 هاي زولة الله يمتعك مدعم والله أريحك راحة فضيلة أسوق تساعد ونشتري لنا بوكسي بوكس أفضل؟ أنا جاتي نفسي كم البوكسي المشخة 83 على الشرق وبتبدا الناس سوق أفضل سوقي شنو؟ البوكسي البوكسي جديد هذول سوقي شنو هذول تكسري علينا كمان والله افضل ما بكسره يا هذول انت في الوقت بتعرفي تمشي ماشيك ذاته والله زي ده قال عكاز الركب كتك 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 انت عارف هذا البوكسي ده خطر بيك اب ماني عارفه خطر ويشيل فلامي هذول البوكسي ده مالي والله هو جالس يبوم معاه وتي تسبقيني خالتي عيانه وعمتي عيانه وكل يوم مزامره احمدك لي والله اقول لك شو افضل؟ قول القطعه دي جابت لنا مليار و500 مليار مصدر عارف نشتري شنو؟ نشتري لنا جامبو كبير واقول كدي اقعد قدام اسوقه اجرب الشاي يا فضيلة مليار ونص تقال لك قطعة دي مني اجرب يا اجمل سيدي كيف الحال؟ والله الحمد لله كيف هذا ان شاء الله طيبين؟ والله تمام والله بخير الحمد لله اخبارك شنو؟ والله الحمد لله ما شاء الله سماسرة يا هذول قروش جد عربية مبروكة يا الله يبارك فيك والله قول لي عندك قطعة تبيع؟ اي والله فكرت في الموضوع ده بيتجمل ميدان السنجل؟ ها؟ سنجل فاتحة في 3 شوارع اي صحيح صحيح هاي لا ان شاء الله بتتباع الله ان شاء الله يا اخي والله ترى عارضنا بس طول على بالك شوية مطول بالي يا زول هو داير فيها كم؟ يعني 700 كذي 700 كثير ابطي بالك ها؟ ال 500 بتجيبها لك بس ساهل لا 500 ما ببيع يا زول انا ما قريت ذاتي عندي لها غرض لكن 600 اخر كلام يا اخي عليك الله يجيب لي فيها 600 بس غايته اصبر عليه فيها شويه كده ان شاء الله لا صابر تب بس ما تفتح دريبات كثيره لا بس معاك انت نص ما ندي ازور لا ان شاء الله يعتبر اتباعت تب لا خلاص عديله تب ان شاء الله الله يكرمك يا اخي اصبر عليك ان شاء الله لا عديله رايك انا لا ان شاء الله ما تتوخر عليك الله الله يبارك فيك يا شوف يا فضيل انا قطعت الارض دي انا بعشق فيها عجوه تشكرني فيها لحد ما تموت شوف عبد اللطيف أنا قد أعطيها ده ورقة كامل شهادة بعثة وحاجاتها كلها أنا ما علي أي شيء أنا ورقين نظيف وقطع دي موقع سمح ما ب 600 ما برضاها والله 600 دي صعبة برضاها هذول شوف يا فضيل أنا بجيب لك فيها 700 كاش جنيه ينطح جنيه 800 أنا داير في قطعين 800 دايرين أهلا وسهلا ما كنت دايرين السوق فاتح هذول السوق كاشف يا فضيل والكاش بقى معدوم ولا يا مادة؟ اللي نعدي مادة اللي طلبتم على قطعتي داير فيها 800 والله صراحة عندي مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام كيف؟
كيف حالك؟ طيبين يا الله يكرمك. تفضلوا. بارك الله فيك. يا سلام يا ضيف. تمام والله الحمد لله. عليكم السلام يا ولدنا، كيفك؟ الحمد لله. انا طيب. الله يبارك فيكم يا فضيل. نعم. طبعا دول الشباب اللي كلمناك عنهم، ده واحد منهم وجاي يمثله. تعجينه؟ تفضل. احنا بتاعين دارين تفاعلات المشروع الخيري. اه هاي كلموني؟ مستوصف. جلسة المستوصف؟ هاي. لا والله كلام سمعي. والله يا اخي المستوصف ده طبعا يعني في قطعتين، اذا كان على انه يعني جابت لها 800 مليون. ها؟ 800 مليون. يا فضيل. هاي. الناس دي قاعد تطبع من جديدك. الناس دي المغتربين دافعين للشباب دي. ناس الحين مساهمين. اي زول على قدر استطاعته دافع للناس زي القروش دي. اه يعني عمل خيري كده وتكاتف كده يعني. بالضبط كده. يا سلام يا يعني انت زول قدامي ونحن زول ده جابنا عشان نجيب معاه. يعني ما جاي سمسرة. انا بالاخير داير يستفيد بغض النظر عن سمسرة ولا ما سمسرة. كلامه صح. كلامه صح، داري انا استفيد. يا فضيل. هاي لكن الشيء اللي جاب 800 يا فضيل. صاحي ارضك في حته ممتازه. سنتر يعني. ها؟ لكن شوف يا فضيل. 17 غني بيستفيدوا اذا اتعمل مستوصف في ارضك دي. 17 غني. يا زول. اقرب مستشفى للغوره دي 3 ساعات ونص. طيب بعيده خالص. بالعربيه. بعيده. اما في الخريف يا فضيل جنس معانا بيحكي لي الولد ده. جلس معاه تبكي تبكي مجموعه. لا حول ولا قوه الا بالله. والمشاكل دي كت بتحلها لو قطعه طرده دي؟ كذا طرده. هزول. هاي ده كلام ثاني. اجلد انا بصقعه. اجلد انا بصقعه ما توسوس، اتكلم كلام عدل. يبقى من ليوه من ليوه. ما توسوس. اتكلم كلام عدل يا زول. ده بالاخير تقدر تضحك وانا عايزه يستفيد. ما بنقول لا معلش يعني انا ما داير اكسف كله، لكن ايش اللي جابت 900 مليار. مليار الحبوبه لا زول. هذول مليار. عارف المليار ده يعني شنو؟ يعني مليار. وعارف المستوصف ده يعني شنو؟ حيخدم غرى كثيره يا فضيل. مصلحة عامه يا فضيل. مصلحه عامه. والارض حقتك والكلام حقك. صراحه يعني المليار ده عشرة مليار ده كلام بلا. أقول لكم كلام؟ نعم. مليار ده في الدنيا براي صح؟ فعلا والله. قطعة الأرض بتفيد 17 غالية. 17 غالية والله. هاي عشان كده يا أخوانا أنا ما عندي أحلام كمان دايرة حقيقة. فعلا. وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يسهل. أمسك أجل. أجل عليها حنسجل باسمك. لا 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 يصير ما تجي وسيرتي خالص. أكتب وفضيل وتفضل وتفضل مولع. حلنا في الحوار في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة بحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمالة تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة وسعينا للعمالة تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة وبين العالمين